بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والمحبة مشاهدينا الأحبة، مساؤكم فرح، مساؤكم عطاء يزدهي بهذا الوطن الغالي في كل أرجاء. حياكم معنا مشاهدينا إلى حلقة جديدة ورحلة أخرى من رحلات برنامجكم من عمان، مع جولة متنوعة لمختلف الأحداث والفعاليات اللي تشهدها أرض عمان الخير في مختلف مواقع العمل والبناء. وحياكم معنا مشاهدينا، وتحية لكل من لا يألو جهدا لخدمة عمان أينما كان موقعه الذي يشتغل عليه. حياكم معنا مشاهدينا، والبداية مع الخبر الأهم، حيث أصدر ديوان البلاط السلطاني اليوم بيانا فيما يلي نصه: مشمولا بحفظ الله سبحانه وتعالى ورعايته، عاد حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله إلى أرض الوطن العزيز مساء هذا اليوم، بعد إتمام جلالته الفحوصات الطبية الدورية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي تكللت بفضل الله بالنتائج الجيدة المرجوة. ويتشرف ديوان البلاط السلطاني في هذا المقام أن يرفع أجل التهاني والتبريكات إلى مقام جلالته أعزه الله وإلى أبناء عمان الأوفياء، مقرونة بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالته على الدوام، منعما بحلل الصحة والعافية، سندا وذخرا للوطن الغالي وأبنائه الكرام. إنه السميع المجيب.
حياكم الله مشاهدينا مجددا، رجعنا لكم لاستعراض اهم عناوين ومتابعات حلقه الليله من برنامجكم من عمان. حضرنا لكم مجموعه مختلفه من اللقاءات والتقارير والربط المباشر، كل امنياتنا انكم تقضوا برفقتنا مشوار طيب من المتعه والفائده حتى العاشره. مجموعه مختلفه من العناوين في حلقه الليله مشاهدينا، راح نتكلم ان شاء الله في اولى المتابعات في حلقه الليله عن فوز طالبه بجامعة السلطان قابوس وتحديدا كلية الهندسة بالمركز الأول في جائزة أمانة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التخطيط والعمارة. قامت هذه الطالبة بتصميم مركز لتطوير الصناعات الحرفية في ولاية مطرح، راعت من خلاله الأبعاد الثقافية والاجتماعية لخصوصية الحارة العمانية وخصوصية العمارة العمانية. تمكنت من خلال هذا التصميم المستوحى من عبقرية إبداع الإنسان العماني في أن تستحق المركز الأول وبجدارة، يعني حتى كانت درجاتها متقدمة يعني في مجال تنافسها مع بقية المتنافسين في المسابقة نفسها. راح نتكلم إن شاء الله مع هذه الطالبة وراح نتكلم بشكل أكثر تفصيلي حول تصميمها لهذا المشروع. في متابعة أخرى مشاهدينا راح ننتقل بكم إلى ولاية طاقة وتحديدا لنقل فعاليات مهرجان طاقة 2016 الذي يعكس مختلف البيئات الموجودة في هذه الولاية، البيئة الحضرية، البيئة البرية وأيضا البيئة البحرية. أيضا مشاهدينا كالمعتاد كل يوم ثلاثاء تعودتم على محطة نستعرض من خلالها آفاق التاريخ العماني القديم وكيف أن العمانيين كانوا يعبرون التاريخ ولكنهم يعبرونه بتحقيق الإنجازات وبأنهم يكونوا رقما حقيقيا على رزنامة التاريخ الإنساني. العمانيون كيف ألفوا الكتب المختلفة؟ ما هي إسهاماتهم في المجالات العلمية؟ ما هي أشكال المكتبة الثقافية والمعرفية عند العمانيين بدءا من القرن الأول الهجري إلى وقتنا الحالي؟ كيف أسهم العمانيون في غزارة الإنتاج المعرفي العربي؟ كل هذه المحاور سنتعرف عليها إن شاء الله من خلال وجود المكرم الدكتور إسماعيل الأغبري وتفاصيل أكثر متعلقة بإضاءات من التاريخ العماني. إضافة إلى ذلك مشاهدين حضرنا لكم مجموعة مختلفة من المتابعات والعناوين المتنوعة. مباشرة الآن إلى زميل محمد سليم المهري ومن هناك من ولاية طاقة ينقل لنا تفاصيل مهرجان طاقة 2016 بالصوت والصورة. مساك الله بالخير يا محمد، وتفضل حتى تنقل لنا من خلالك هناك ما يدور من فعاليات مختلفة لمهرجان طاقة 2016. مساك الله بالخير أخي راشد، وتحية مسائية لكل متابعي برنامج من عمان. طبعا بداية هكذا نزف التهاني لأنفسنا جميعا طبعا ولكل الشعب العماني بمناسبة عودة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه إلى أرض الوطن، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينعم عليه بالصحة والعافية. هكذا تتواصل الأفراح وتتواصل المناسبات وتتواصل المهرجانات في كل ربوع عمان هنا في ولاية طاقة في محافظة ظفار، تواصل مع التراث وتواصل مع الثقافة وتواصل مع الفعاليات المتنوعة المختلفة التي تأتي ضمن فعاليات المهرجان. هناك أخي راشد وكل متابعي برنامج من عمان مجموعة من الفعاليات المتنوعة بين الفعاليات التراثية والفعاليات الثقافية والفعاليات الخاصة بالطفل والخاصة بالعائلة هنا في مهرجان ولاية طاقة. احنا حابين كذا من خلال برنامج من عمان ان تكون لنا اكثر من وقفة نتحدث فيها عن بعض فعاليات هذا المهرجان. احنا الان موجودين اخي راشد في البيئة الريفية، البيئة الريفية محمد طيب موجودة هنا في طبعا قبل ان تتكلم عن تفاصيل البيئة الريفية والبيئة البحرية وتنتقل بنا ان شاء الله كالمعتاد، نحن هذا المهرجان ما ننقله لأول مرة عبر برنامج من عمان، فإيش الجديد اللي لاحظته موجود هذا العام يختلف عن بقية الأعوام السابقة، خاصة أن المهرجان يعني يحقق أعداد كبيرة من الزوار سواء من المواطنين أو حتى السواح الذين يأتون خصيصا لزيارة هذا المهرجان؟ نعم أكيد أخي راشد، طبعا المهرجان من سنة إلى سنة بيختلف في فعالياته المتنوعة في فعالياته المختلفة. هذه السنة كانت هناك حملة ترويجية منوعة طبعا للتعريف بالمهرجان قبل بدايته، أيضا تم تهيئة موقع المهرجان بشكل أفضل من العام الماضي. مجموعة من الفعاليات الثقافية تحديدا كانت حاضرة بقوة هذا العام، ومن ضمنها طبعا أمسيات شعرية وفعاليات متنوعة، خاصة اليوم سوف تقام أمسيات شعرية أخرى. أيضا فعاليات الطفل صار فيها نوع من التنوع ومن الإثراء
أكثر حتى من الأعوام الماضية، يعني على مستوى التنظيم وعلى مستوى التنظيم بشكل عام. وفي في 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 المهرجان هناك ملاحظ أن هناك تنظيم أكبر من تنظيم العام الماضي من حيث تهيئة المكان وأيضا من حيث الجودة في تقديم الفعاليات، واللي مثل ما ذكرنا من ضمنها الفعاليات التراثية والثقافية الموجودة هنا على أرض المهرجان. نعم. مثل ما نشوف أخي راشد، قبل شوي كان فن الرقيد مقدم هنا في البيئة الريفية، والآن مثل ما نتابع هذا طبعا فن الهبوط، وهذا طبعا من الفنون التي تشتهر بها محافظة ظفار. هذه الفقرات تقدم بشكل يومي هنا في البيئة الريفية في مهرجان ولاية طاقة، سواء كان في هذا الموقع أو في مواقع أخرى. وطبعا فن الهبوط وفن غني عن التعريف. هناك أيضا تجسيد لبيئات مختلفة أو لأجزاء مختلفة من البيئة الريفية هنا في هذا الموقع، مثل ما نشوف يعني طبعا هنا طبعا هذا مكان اللي هو اللي خاص برعي الأغنام، هو طبعا المكان التقليدي الذي ترعى فيه الأغنام وتربى فيه الماشية هنا في جبال محافظة الظفار. تم تجسيد هذا المكان طبعا، هذا بالإضافة إلى هناك مجموعة من الحرف التقليدية العمانية التي تقام بشكل مباشر هنا في هذا الموقع. ومثل ما نشوف طبعا هذه طريقة عمل الجلود، يعني هناك ودباغة الجلود، تتم دباغة الجلود بطريقة معينة. ومثل ما نشوف هذه واحدة من الأخوات اللي تعمل دباغة الجلود. مساء شباب الخير خالد، كيف صحة العافية؟ كيف المهرجان معاكم؟ والله الحمد لله مرة. المهرجان زين وكل شيء زين ولا يحتاج. وش اللي بتسوينه الحين؟ هذا ايش اللي بتسويه؟ هذا جلد له. أيوة. هذا جلد ما الغنم. زين، وهذه الطوب شجرة من الريف. زين، وهذه الجلد حلق الغنم، بعد ما الغنم نذبحه نشل الجلد هذا ونطلع منه نحطه نتلوث ونخرج منه الشعاع، وبعدين نحط في هذه، وبعدين نستخدمه في هذه الأشياء الثانية في القلوب. نستخدم منه النيت ونستخدم العنيت من شان الرجال، ونستخدم الهباء ونستخدم القربة حق الحليب، ونستخدم هذا القريت حق اللبن. والناس تجي تتعرف هنا عليه، جيت تعرف ما يمسك إلا معقل، ما يمسك. يعطيك الصحة والعافية. وما شاء الله أشياء كثيرة موجودة. هذا حق البقر فرش يفرشونه، ولي كان وقت هواء ولا كان مطار ولا شيء يتغطوه. ايوه، وهناك الهدة نسوي منه الهدة مال الغنم. الهدة هذا تشتل الطفل، والطفل يشلوا أمه في الهواء وفي المطار وفيه يكون بقطع الهدة هنا. يعطيك الصحة والعافية ومشكورين وما قصرتوا، إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق. إحنا بس بناخذ الفقرات الثانية على أساس الوقت. هذه الفقرات طبعا الثانية الموجودة في هذا الموقع اللي إحنا نشوفه. طبعا هذه الفعاليات الموجودة هنا هي من تنظيم جمعية المرأة العمانية بولاية طاقة. هذه من الألعاب التقليدية اللي طبعا اللي يلعبوها الأطفال في محافظة ظفار تحديدا في ولاية طاقة. أيضا هناك مجموعة أخرى من الحرف التقليدية التي تمارسها نساء الولاية هنا في ولاية طاقة. وطبعا هذه صورة مباشرة من هنا من القرية القرية الريفية في طبعا في مهرجان ولاية طاقة. ايضا هناك ركن خاص بالنانا، وفن النانا هو من الفنون المعروفة والمشهورة في محافظة ظفار، وهو من الفنون الريفية. هذه الفنون تمارس طبعا في ريف محافظة ظفار. هكذا راح تكون لنا وقفة بسيطة نستمع فيها إلى فن النانا. Yeah.
فنانة. هناك أيضا مجموعة من الأكلات العمانية التي طبعا تقدم هنا في طبعا في ولاية طاقة، وهي أكلات تقليدية يتم استعراضها هنا لتعريف الجمهور بهذه طبعا المأكولات العمانية التي طبعا تطبخ هنا في ولاية طاقة. هكذا تعريف بالتراث، تعريف بالثقافة، تعريف بأنواع مختلفة. أيضا هنا في الجانب الآخر في تجسيد أيضا لطريقة عمل المضبي، طريقة لطبخ اللحم، طبعا هي طريقة تقليدية معروفة. أيضا هناك طريقة أخرى لعملية اللي هي تسخين الحليب باستخدام الحصى وما يعرف بالمعذيب، وهي طريقة أيضا تقليدية معروفة. ايضا احنا طبعا بالاضافه الى فن النانا وفن الهبوت اللي شفناه، ايضا هناك فن البرعه، ايضا من ضمن الفنون التقليديه فن البرعه، ايضا هو من الفنون التي تقدم ايضا هنا بشكل متواصل في مهرجان ولايه طاقه. راح نستمع قليلا الى فن البرعه. كان استعراض سريع لمحتويات البيئة الريفية هنا في محافظة أبوظبي، وتحديدا أيضا في مهرجان ولاية طاقة. راح تكون لنا أيضا وقفة أخرى مع البيئة البحرية، وراح نستعرض فيها جوانب أخرى أيضا من التراث العماني هنا في ولاية طاقة، وإن شاء الله متواصلين معكم إن شاء الله في فترة قادمة أخرى. شكرا لك يا محمد، وأكيد إن شاء الله في قادم الوقت راح نتواصل مع زميلنا محمد سليم المهري حتى ينقل لنا تفاصيل أكثر عن هذا المهرجان، مهرجان ولاية طاقة 2016. إذن مشاهدينا معنا مجموعة أخرى أيضا من المتابعات هنا في استوديو برنامج من عمان، حضرنا لكم مجموعة من اللقاءات والتقارير، نبدأها بهذا التقرير الذي يعكس آفاق الاستثمار في السلطنة. السلطنة بيئة استثمارية واعدة وجاذبة لمختلف الاستثمارات في مختلف القطاعات، هناك مناطق صناعية
هناك مجموعة من التسهيلات التي تقدم للمستثمرين في مختلف المجالات والأصعدة، تجعل من السلطنة بيئة محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات، توفر مصادر الطاقة، توفر أيضا لرؤوس الأموال، وأيضا توفر للأيدي العاملة. تقريرنا القادم يضعكم إجمالا في موضوع الاستثمار في السلطنة، بعدها راجعين لكم ومتابعة أخرى ولقاء في برنامجكم من عمان. تتمتع سلطنة عمان بالعديد من المقومات التي تشجع على الاستثمار، منها سياسات اقتصادية سليمة تتجلى في ضبط الدين العام والتضخم وسعر الصرف، ومجموعة قوانين تدعم الاستثمار، وتشريعات تخضع للمراجعة والتطوير المستمر، وبنية تحتية سياحية متقدمة تخضع للتطوير المستمر تماشياً مع المعايير والمقاييس الدولية. وهناك العديد من المزايا الإيجابية في السياسة الاقتصادية والبيئية في سلطنة عمان، والتي تساعد على تشجيع تدفق الاستثمارات إلى السلطنة، كما أن الحكومة تسعى بصفة مستمرة على جعل مناخ الاستثمار باعثاً على جذب المستثمرين ومناسباً للمستثمرين المحليين. وقد تم تحرير قانون استثمار رأس المال الأجنبي، حيث يسمح بأن يكون رأس المال الأجنبي في الشركات حتى 70% في معظم القطاعات، كما تصل نسبة استثمار رأس المال الأجنبي للمشاريع التي تمثل أهمية وطنية حتى 100%. وتعتبر منطقة الدقم الاقتصادية من المناطق الاستثمارية الحديثة في السلطنة، إذ تتوفر بها عدد من فرص الاستثمار الكبيرة. وأيضاً تعتبر منطقة صحار الصناعية من المناطق الجاذبة للاستثمار، نظراً لما تتمتع به من توفر التسهيلات والمزايا الجيدة الملائمة لاحتضان أي مشروع. عزيز المواطن، عزيز المقيم، إن اتباع الاحتياطات الآتية يساعدك على تجنب خطر التعرض لصعق كهربائي خارج المنزل أو أي من الممتلكات العامة. أولاً، لا تقم بالعبث أو إتلاف أو قطع أسلاك تثبيت الأعمدة الكهربائية، وقم بمراقبة الأطفال عند لعبهم بالطائرات الورقية ومنعهم من اللعب بالقرب من خطوط الكهرباء حفاظاً على سلامتهم، وتجنب استغلال أعمدة ومحطات الكهرباء كمكان لوضع ملصقات الإعلانات بجميع أنواعها. ولا تقم بربط الحيوانات أو الدراجات الهوائية والنارية على الأعمدة أو الأسلاك الكهربائية. عليك التواصل مع الشركة المزودة للكهرباء في منطقتك قبل الشروع في البناء بالقرب من خطوط أو محطات الكهرباء. ولا تقم بقيادة المركبات المحملة بحمولة ذات ارتفاع عال أسفل خطوط الكهرباء، كما ننصح بتوخي الحذر عند القيام بتحميل أو تفريغ الشاحنات بالقرب من خطوط الكهرباء العلوية، مع ضرورة الحفاظ على مسافة آمنة بين موقع العمل وخطوط الكهرباء. لا تقترب من مواقع عمل شركات الكهرباء ما لم يكن مصرح لك بذلك، ويجب عليك الانتباه إلى اللوائح الإرشادية للصحة والسلامة الموضوعة حول موقع العمل. لا تقترب من البرك المائية المتجمعة حول أعمدة الكهرباء أو أعمدة الإنارة أو أي منشأة كهربائية وإن كان الخطر غير واضح، وقم بالإبلاغ فوراً عند حدوث صعق كهربائي مع عدم الاقتراب من موقع الحادث. مع تحيات هيئة تنظيم الكهرباء. بطل الدروب، واثق الخطى، جدير بالثقة، مفعم بالقوة، قلبه ينبض بالطموح، ومسيرته لا تعرف الحدود.
يحيطك بالفخامة والأمان، هو رمز الإبداع وسر التميز. إنه بطل دروب الحياة، إليك نيسان باترول الجديد. والله مشاهدينا مجددا، يحرص المصممون العمانيون عند تصميمهم لمشاريعهم المختلفة، سواء كانت هذه المشاريع عبارة عن منازل، حتى على مستوى المراكز المختلفة، على مستوى المؤسسات المختلفة، على مستوى الحارات والقرى، أن يدخلوا العمارة العمانية التقليدية بأصالتها وبمفرداتها وبما استوحاه الإنسان العماني، أن يكون هذا الأمر حاضرا في تصاميمهم الحديثة مع مراعاة الجوانب الحديثة. هذا ما أهل ضيفتنا القادمة أن تحظى بالجائزة بالمركز الأول في جائزة التخطيط والعمارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فازت على مستوى كبير وتقدمت على مجموعة منافسيها الآخرين، قامت بتصميم مركز الصناعات الحرفية في ولاية مطرح. تفاصيل أكثر عن هذا المشروع من خلال وجود الطالبة نجوى بنت عبد الله البلوشية، وهي طالبة بقسم الهندسة المدنية والمعمارية بجامعة السلطان قابوس. مساء الخير نجوى، ونبارك لك هذا الإنجاز. الله يبارك فيك. يا مرحبا فيك يا نجوى. أنت فزتي بتصميم مركز الصناعات الحرفية. أيوه. نتكلم عن هذا المشروع اللي شاركتي فيه، كيف طريقة تصميمك لهذا المشروع؟ هو مركز مسقط للصناعات الحرفية، موقعه في ولاية مطرح بمحافظة مسقط. الهدف من هذا المشروع هو إعادة إحياء الحرف التقليدية. مثل ما شايفين أن يعني الحرف التقليدية شبه اندثرت، وبالرغم من أن هذه صناعة أو حرفة تميز بها العمانيين منذ القدم، هي كانت يعني سبب لرفع مكانة السلطنة وسبب للتجارة وللجذب السياحي. صحيح. فجاءت فكرة المشروع لإعادة إحياء هذه الحرف عن طريق تصميم مركز يجمع أكثر من حرفة، هو تقريبا ضم ثلاث حرف، هي الصناعات الخشبية، صناعة المجوهرات، بالإضافة للصناعات المعدنية. فكرة التصميم استوحيتها من الحارات، تخطيط الحارات القديمة. كوني أني شاركت في مشروع توثيق الحارات القديمة، فاستفدت من هذا الخبرة في أني أنا أطبق هذه الفكرة في المشروع. فهو عبارة عن ممر نشط في أنشطة خارجية وداخلية، ربط بين الأنشطة الحرفية التعليمية والتجارية، بالإضافة إلى أنه موجود في بيئة جبلية، ونحن عارفين أن عمان تتميز بهذه الميزة عن باقي الدول. حاولت من خلال هذا المركز أن أنمي أو أزيد من يعني مهارة وقدرة أو حب الناس لهذه المهنة أو يعني طبيعة المركز مفتوح وعبارة عن ممر، إيش المركز؟ أيوة، هو في أنشطة داخلية بالإضافة للأنشطة الخارجية. الأنشطة الخارجية الهدف منها هو تشجيع الناس، أن يعني لما أنت تشوف شيء في الخارج غير عن تشوفه في الداخل، في الداخل في غرف وكل غرفة فيها شيء مختلف عن الثاني، فالناس لما تمر ما بتشوف إيش الداخل، بتشوف إيش الخارج. فلها السبب أنا أخذت فكرة الحارة بحيث أنه يكون عندي ممر، هذا الممر تكون فيه كل الأنشطة الخارجية اللي تشجع الناس أنهم يمارسوا هذه المهنة أو هذه الحرف وأنهم يعيدوا إحيائها. نعم. طيب يعني نحن نعرف أن كثير من المصممين المعماريين يشتغلوا على فكرة التصاميم الخارجية ويهملوا أحيانا فكرة التقسيمات الداخلية. أيوه. كيف اشتغلتي على أنك تكوني متميزة في الجانبين، فكرة التصاميم الخارجية وفكرة أيضا التقاسيم الداخلية؟ أيوه، في التقاسيم الداخلية يعني راعيت إن كيف حركة الناس، يعني كيف ممكن أنقل الزائر من مبنى أو من نشاط إلى آخر. وعبارة عن محلات يعني؟ هو في محلات، هو في جانب تجاري، في جانب تعليمي،
بالإضافة إلى جانب إنتاجي. الجانب أيوة. الجانب الإنتاجي هو فيها الورشات اللي يقوموا بها بإنتاج الصناعات هذه، ومن ثم التجاري اللي يتم فيها بيع هذه المنتجات. أيضا إن فيها الجانب التعليمي، إن يعني كل حرفة لها أمور نظرية أو جوانب نظرية مفروض الشخص اللي يشتغل عليها يشتغل على هذه الحرف، إنه يكون ينمي الجانب النظري بعد كذا ينتقل للجانب الإنتاجي. ممتاز. والتصميم الخارجي؟ التصميم الخارجي هو مستوحى من العمارة العمانية الموجودة في مطرح، يعني مثلا المنازل والشرفات. أيوة. النوافذ الكبيرة بالإضافة للبوابة، أيضا بوابة مسقط، متحف بيت الزبير، يعني كل المعالم الرئيسية اللي موجودة في ولاية مطرح. طيب نجي نحن نعرف أن العالم أيضا تقدم وأصبحت المشروعات المعمارية تراعي فكرة البيوت الصديقة للبيئة وفكرة. أيوة. العناصر الموجودة في البيئة العمانية. نحن نعرف أن كثير من المنازل العمانية القديمة والقلاع العمانية كانت تراعي فكرة يعني الفترة الصيفية والفترة الشتوية، المحافظة على درجة حرارة، أشعة الشمس. هل كانت هذه الجوانب حاضرة بعد في تصميمك؟ أيوة، واستفدت من كون أن المشروع هو مطل على البحر، فاستفدت من الهواء، نسيم الهواء البارد اللي من البحر، فاستخدمت تقنية نوزل إفكت اللي هي أن الفتحات دائما تكون كبيرة ونهايتها ضيقة بحيث أنها تقوي من دفع الهواء وترطب ترطب الهواء في المركز، بالإضافة لاستخدام الملاقف. هي الملاقف يعني ما انتشرت بكثرة في سلطنة عمان، لكن هو يعتبر كنوع من أنواع أو التقنيات التقليدية لعمل أو لجعل المركز أو المبنى صديق للبيئة، بحيث أنه هو يعني يدخل الهواء البارد ويرطب الأماكن أو الغرف ويتخلص من الهواء الساخن. ممتاز. طيب أيضا المعروف عن الفن المعماري العماني أنه إضافة إلى كونه عملي يستخدم في المجال الذي بني لأجله، كان العمانيون يراعون كثيرا فكرة الجماليات، الزخرفة، فكرة. أيوة. التقسيمات. هل كان موجود أيضا، هل راعيتي في تصميمك أن الزخرفة تكون موجودة، إبراز العوالم الجمالية لمركز الصناعات الحرفية؟ أيوة، هو استخدمت زخارف تقريبا في الدرايش في النوافذ، وأيضا في أكثر من جسر في المبنى يربط بين الجزء الأيمن والأيسر، فاستخدمت هذه الزخارف بحيث أنها تزيد من جمالية الواجهات الخارجية. نعم. ورأيت فكرة الامتداد المستقبلي، إذا حبينا نتوسع في المركز مستقبليا ممكن يعني. أيوة، هو في يعني وفرت مساحة كبيرة أنه ممكن يستغلوها مستقبلا في المهرجانات وفي الفعاليات السنوية، بالإضافة لوجود المسرح الشعبي وحديقة مصغرة، ممكن الناس يستغلوا هذه الأماكن الثلاثة في أنهم يعني يقوموا بفعاليات أو المهرجانات أو المعارض. كم المساحة الإجمالية للمشروع؟ تقريبا الطابق الأرضي مع الأول يقارب 24,000. 24,000 متر. أيوة. طيب يعني هذا الآن التصميم يعني مستوحى من التصاميم المعمارية التقليدية العمانية والبيئة العمانية. أيوة. وإيش كانت في مجالات الحداثة؟ يعني كيف دخلتي أيضا التصميم الحديث حتى لا يعاب على التصميم بأنه تصميم قديم؟ هو أنا ما دخلت يعني المجالات الحديثة، لكن يعني ممكن يستخدم. أيوة، هو ممكن أن إذا في حالة أن فكرت أن أطور فيه ممكن أن أدخل في تقنيات حديثة. يعني مثلا فكرة الانتقال من الطابق الأرضي للطابق العلوي، فكرة الدرج وفي حتى المصعد. أيوة. زين. طيب أنت ذكرت الاستفادة من توثيق الحارات القديمة. أيوة. أنا إيش اللي يميز الحارة العمانية القديمة عن بقية الحارات الأخرى؟ وبعدين هل الحارات القديمة اللي موجودة مثلاً في مسقط تختلف عن بقية محافظات السلطنة الأخرى، مثلاً في الداخلية، في ظفار، في مسندم؟ أيوة، هو في مشروع توثيق الحارات القديمة هو نحن وثقنا 4 حارات في الرستاق وفي سمايل، في مسلمات ووادي المعاول، وايضا في الخابوره. فكل ولايه الحاره اختلفت، يعني مميزاتها وخصائصها اختلفت. يعني في بعض الحارات كانت دفاعيه، في بعضها كانت لاغراض مثلا دفاعيه، وفي فيها اجتماعيه وفيها بعضها ابراز جماليات
العمارة العمانية. في عمل مشترك بين هذه الحارات الأربعة تشترك فيها؟ أيوة، هي فكرة السكة اللي أنا استخدمتها في المشروع، أن يعني كل حارة كانت فيها السكة الأساسية هي الأكثر يعني، أو الممر هو أكثر ممر نشط، بالإضافة لأن كل حارة يعني ما ممكن نقول أن لها مدخل واحد أو مخرج واحد، لها عدة مخارج ويعني رئيسية وفرعية، مخارج ومداخل. فهذا الشيء المشترك بين كل بين الحارات الأربعة اللي احنا شاركنا في توثيقها. طيب يعني الحارة العمانية القديمة، فكرة اكتظاظ المنازل كان لها هدف؟ بعضها كانت بسبب القبائل، ان يعني كل قبيلة كانت لوحدها، وبعضها كان بسبب يعني كنوع من الحماية، ان ما يمنعوا ان الغرباء يدخلوا للحارة نفسها. أيوه. طيب دخلتي في تفاصيل أكثر في تصميم مشروعك، المواد اللي مستخدمة في عملية البناء، إيش اللي ممكن تستخدميها في البناء، طريقة التهوية، التكييف، التبريد؟ لا ما دخلت في هذه التفاصيل. هذا الأمر يعني متروك لخطوة لاحقة يعني. إن شاء الله. هذا اللي يميز بين المهندس المعماري والمهندس المدني. أيوه. الآن إيش الفروقات الواضحة بين الهندسة المعمارية والهندسة المدنية؟ الهندسة المعمارية ماخذ جزء من الهندسة المدنية. يعني كمهندس معماري أنت تصمم، بالإضافة لأن تكون عنده خبرة في أكثر من مجال، من مجال الإنشائي، وفي مجال نفس الشيء عندنا الميكانيكا بالإضافة للكهرباء. يعني المهندس المعماري عنده خلفية عن أكثر من مجال، بحيث أنه هو دائما يكون القائد في كل مشروع، فلازم هو يفهم كل هذه الجوانب، جوانب التصميم كلها، سواء التصميم الخارجي أو الداخلي أو الكهرباء مثل ما قلت. أما المهندس المدني هو يشترك مع المعماري من ناحية الإنشاء، أن المهندس المدني والمعماري يعني فاهمين عملية الإنشاء، لكن المهندس المدني يشتغل فيها أكثر، بالإضافة لأن الهندسة المدنية فيها تفرعات أخرى، مثلا عندنا الجسور وعندنا الشوارع والمطارات، هذه الأشياء يعني أكثر شيء متعلقة بالهندسة المعمارية المدنية. طيب في دراستكم للحارات الأربعة اللي درستوها في موضوع توثيق، في مشروع توثيق الحارات العمانية القديمة، هل لاحظتم اعتناء العماني بفكرة التشجير في الحارات القديمة؟ يعني هل كانت فكرة يعني الاستعانة بالأشجار وبالمساحات الخضراء كفكرة للتهوية، فكرة لإعادة تدوير الهواء؟ لا، هو أكثر شيء كان يعني في أكثر الحارات كانت الأشجار النخيل، بس ما أنها كانت مستغلة في شيء يعني. طيب وفكرة الأفلاج، هل كانت الأفلاج يعني تشق هذه الحارة؟ أيوة، كانت الأفلاج يعني في أغلب الحارات كان الفلج هو من الأشياء الأساسية اللي موجودة فيها. لا. إيش اللي يميز المدخل، مداخل الحارات، مخارجها؟ استخدام الزخارف في الأبواب، ودائما المخارج والمداخل يعني تكون بالأقواس. نعم. طيب دخلتوا في تفاصيل أكثر متعلق، درستوا يعني أكثر موضوعات خاصة في الحارات العمانية، موضوع كيف كان العمانيين يبنون بيوتهم؟ أيوة، كان تقريبا أغلب البيوت كان يستخدم الطين، بالإضافة ل نجوا يعني كان في عامل بناء خاص، يعني هو اللي كان يبني هذه البيوت؟ لا، كان الناس هم نفسهم يبنون، صاحب البيت هو اللي يبني. أيوة. البيت فكان يستخدم مثل الأحجار، الطين، بعضهم يستخدموا التمر في تقنيات يعني التمر؟ أيوة، وأنا ما أتذكر بالضبط، يعني هي في عملية أن يستخدموا فيها التمر. أيوة. يكون يعني واحدة من الأعمدة في المنزل. أيوة، هو يقوي البناء. أيوة. أنت فزت بهذه الجائزة بالمركز الأول، كنت أيضا متقدمة على بقية المتنافسين. الحمد لله. طلعت على بقية المشروعات الأخرى من دول مجلس التعاون؟ لا، بس هو يعني وصلني من المقيمين، أو من شخص مسؤول من الجامعة كان من ضمن لجنة التقييم. أيوة. إيش اللي شدهم في مشروعك حتى حصلتي على هذه؟ هو يعني ركزوا على التحليل، انه كان من لانه هو كانوا مقيميني عن طريق تسليم بحث، يعني انا عملت بحث قبل لا ابدا التصميم، فهذا البحث يعني كان فيه عده اشياء من ناحيه تحليل يعني المشكله الموجوده وانا كيف حليتها،
في تحليل الموقع، في الأنشطة الموجودة فيها، كيف أنا ربطت كل هذه الأشياء وكل هذه المشاكل والعوائق أن أنا وصلت لهذا التصميم. ممتاز. فمن خلال هذا البحث هم يعني شاهدوا أنه هو كان على مستوى كبير. إن شاء الله نحن نرجو لك كل التوفيق إن شاء الله في هذا المشروع. هذا المشروع إن شاء الله يرى النور، خاصة مع مشروع الواجهة البحرية لميناء سلطان قابوس في ولاية مطرح. هذا المشروع الذي من المؤمل أن يكون مشروع سياحي، واجهة سياحية، والفرصة متاحة لجميع رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية من مثلك. نشكرك على وجودك معنا نجوى بنت عبد الله البلوشية، طالبة بقسم الهندسة المدنية والمعمارية بجامعة السلطان قابوس، ونبارك لك من جديد هذه الجائزة. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، ما زلنا مستمرين معكم، معنا مجموعة مختلفة من المتابعات والمحطات في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. راح تكون معنا إن شاء الله وقفة تاريخية للحديث عن إسهام العمانيين في المجال المعرفي عبر مختلف القرون، لكن راجعين لكم إن شاء الله لمختلف هذه المتابعات بعد هذا الفاصل. مرحبا مرحبا بالكون في أرض السلام، مرحبا مرحبا بالكون في حضن الوئام، مرحبا مرحبا بالكون في أرض السلام، موسيقى.
الثقافات حوار في بلادي، وفنون العلم بحر من مدادي. الثقافات حوار في بلادي، وفنون العلم بحر من مدادي. وهنا الآداب نهج ومبادئ، وهنا الآداب نهج ومبادئ. حبذا السقيا وأنعم بالحصاد. للثقافات حوار في بلادي، وفنون العلم بحر من مدادي. للثقافات حوار في بلادي، وفنون العلم بحر من مدادي. وهنا الآداب نهج ومبادئ، حبذا السقيا وانعم، حبذا السقيا وانعم، حبذا السقيا وانعم بالحصاد. حياكم الله مشاهدينا، رجعنا لكم مجددا مع مختلف المتابعات، مختلف المحطات في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. كان لدينا تواصل سابق من ولاية طاقة وتحديدا مع مهرجان طاقة 2016، نقلنا لكم مختلف البيئات والفنون والمشاركات الحاضرة في هذا المهرجان، البيئة الريفية، البيئة الحضرية، وأيضا البيئة البحرية. هناك مجموعة من اللقطات حول هذا المهرجان، مهرجان ولاية طاقة 2016 كما تلاحظوا من خلال الشاشة. وبعد قليل إن شاء الله سيكون لدينا التواصل مع الزميل محمد سليم المهري مجددا إن شاء الله لمزيد من التفاصيل واللقاءات اللي حضرها لنا في هذا المهرجان. إذن مشاهدينا نتابع جانب من هذا المهرجان عبر هذه اللقطات. رجعنا لكم مشاهدينا مجددا. اذا كان هذا جانب من مهرجان طاقه 2016. الان من جديد تواصلنا مع الزميل محمد سليم المهري وما لديه من جديد حول تفاصيل هذا المهرجان. مساك الله بالخير محمد مجددا، وتفضل بالصوت والصوره معك.
مساك الله بالخير أخي راشد، ومساء الخير لكل أيضا من كان يتابعنا ومن أيضا انضم لمتابعتنا عبر برنامج من عمان في هذا التواصل المباشر من مهرجان ولاية طاقة. هذا المهرجان المتنوع، المهرجان التراثي الثقافي الترفيهي والفني أيضا، مثل ما ذكرنا احنا ننتقل هكذا بين موقع وآخر ضمن فعاليات هذه المهرجان. كنا في وقفة سابقة في البيئة الريفية، الآن احنا انتقلنا إلى البيئة البحرية. هناك مجموعة من الفعاليات تقام في البيئة البحرية، من ضمنها فعاليات تقام خلال طبعا بعد صلاة العصر مباشرة على شاطئ ولاية طاقة. وطبعا كما هو معروف شاطئ ولاية طاقة من أجمل الشواطئ هنا في محافظة ظفار، أيضا في مسابقات تقام على هذا الشاطئ وأيضا ألعاب ترفيهية أخرى. أيضا هناك قرية عملت للصيادين، بيئة بحرية تجسيد لبعض الفنون التقليدية التي تشتهر بها ولاية طاقة، من ضمنها طبعا هذا الفن الذي نتابعه الآن وهو فن الوشاعة، وطبعا هو من الفنون التقليدية التي تشتهر بها محافظة ظفار بشكل عام وأيضا ولاية طاقة طبعا بشكل خاص، وهو فن يمارس طبعا أثناء طبعا حياكة شباك الصيد. نستمع قليلا هكذا لفن الوشاعة ثم ننتقل بعد ذلك طبعا إلى موقع آخر هنا في هذه البيئة. يا لي سرا سرا تطلع طاب الله، يا لي سرا سرا تطلع عندي، يا لي سرا سرا نوع على عندي، يا لي سرا سرا نوع على عندي، يا لي سرا سرا الدين وصبر، يا لي سرا سرا أيضا متابعينا. هناك أيضا في هذه البيئة البحرية هناك أيضا مواقع أخرى، طبعا هناك أيضا طريقة تقليدية لعمل الحبال وعمل أيضا شباك الصيد يتم تجسيدها هنا في هذا الموقع، مثل ما نشوف طبعا مجموعة طبعا من الشباب ورجال طبعا من أهل البحر يقومون طبعا بتقديم هذا النموذج التراثي. أيضا في أيضا موقع آخر للطريقة التقليدية لعمل المقاديف طبعا بالطريقة القديمة موجودة هنا طبعا مجسدة في هذا الموقع، وما شاء الله طبعا واحد من الشباب بيشد الحبل. كيف حالك؟ والله بخير الحمد لله. طيب ان شاء الله ايش اللي بتسوي الحين؟ والله بنشد الحبل. هذا حبل مال ايش؟ هذا حبل مال الضاغية. مال الضاغية. ايوه طبعا الضاغية طبعا هي طريقة صيد السردين. اي صيد العومة. العومة طبعا معروفة بالسردين. اعطيكم وفي ناس في حركة بتكون عليكم هنا؟ يومين حركة بالله. ناس بتجي وبتشوف. ايوه. الله يعطيك الصحة والعافية. وايضا طبعا في 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 المقابل في الموقع الاخر يعني هكذا تجسيد بسيط لعملية طبعا النقارة وايضا عملية صناعة ما يعرف بالسنبوق محليا وايضا القوارب، هكذا تجسيد بسيط وايضا صناعة الهوري في الاتجاه الآخر. وهذه طبعا الأشياء التي الموجودة هنا في هذا الموقع هي مجرد تجسيد وتعريف، وكل زائر يأتي إلى هذا الموقع بإمكانه أن يتعرف على هذه التقاليد وهذه طبعا النماذج المختلفة للبيئة البحرية هنا طبعا في مهرجان ولاية طاقة. أيضا هناك معرض مبسط أيضا لبعض الأكلات البحرية موجود هنا في هذه القرية، قرية الصيادين في البيئة البحرية. طبعا بالإضافة إلى البيئة البحرية وأيضا البيئة الريفية هناك أيضا مجموعة من الفعاليات الأخرى التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الطاقة. هكذا دعوة نوجهها لكل من هو قريب من ولاية طاقة أن يأتي إلى هذا الموقع وإلى هذا المهرجان. نعم أحمد. للاستمتاع بكل الفعاليات الموجودة. نعم محمد. هنا وهكذا ويتعرف على جوانب مختلفة من التراث العماني. شكرا لك يا محمد على هذا التواصل، وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة تنقل لنا من خلال هذا الحراك والنشاط في مختلف ولايات محافظة ظفار، وإن شاء الله متابعة ممتعة لمهرجان طاقة 2016. أما نحن مشاهدينا فما زالت معنا مجموعة مختلفة من المتابعات، راح يكون لقائنا الأخير إن شاء الله للحديث عن أبرز إسهامات العمانيين العلمية عبر التاريخ. فاصل قصير وراجعين لكم للحديث حول هذا الموضوع.
عزيز المواطن، عزيز المقيم، من الضروري اتباع الاحتياطات الآتية التي تساعدك على تجنب خطر التعرض لصعق كهربائي داخل البيت أو أي من الممتلكات الخاصة بك. من المهم القيام بالفحص الدوري لجهاز قاطع الحماية من التسريبات الكهربائية والموجود داخل لوحة التوزيع في منزلك، وذلك باتباع الخطوات الآتية: أولاً، قم بإطفاء جميع الأجهزة الكهربائية في المنزل والتي تتغذى من لوحة التوزيع، وأبق على بعض المصابيح في حالة التشغيل للتأكد عند فصل وإعادة التيار. ثانياً، اضغط على زر الفحص الموجود على جهاز الحماية. في حالة قيام الجهاز بفصل الكهرباء يعتبر الفحص ناجحاً والجهاز يعمل بكفاءة. أما إذا لم يقم الجهاز بفصل التيار عند ضغط الزر فإن الجهاز عاطل ويجب استبداله فوراً، مع ضرورة استشارة كهربائي مرخص من قبل شركات توزيع الكهرباء للقيام بهذا العمل. قم بالفحص الدوري للتوصيلات الكهربائية الداخلية في المبنى بواسطة كهربائي مرخص من قبل الشركة المزودة للكهرباء في منطقتك، مع ضرورة استبدال الأسلاك التالفة أو حتى المتأثرة جزئياً تجنباً لأي خطر. تجنب القيام بأي أعمال كهربائية بطريقة غير مطابقة للاشتراطات، علماً بأن القيام بتوصيلات غير مصرحة لمبان أخرى يعد مخالفة للأنظمة والقوانين السارية في سلطنة عمان. في حالة ملاحظتك لأي خطر كهربائي بالقرب منك، نرجو التواصل على رقم الطوارئ 9999 أو مع مركز اتصالات الشركة المزودة للكهرباء في منطقتك. مع تحيات هيئة تنظيم الكهرباء. في هذا المنظر وهذا الإحساس الطبيعي والرائع والجميل للمتعة اللي أنا أحسها. أخذ لي صورة. بالفعل موقع تأثير جميل. مشاهدينا مجددا للحديث حول الإسهام العلمي للعمانيين عبر التاريخ. يسرنا أن يكون معنا في الدقائق القادمة المكرم الدكتور إسماعيل بن صالح الأغبري، وهو محاضر بكلية العلوم الشرعية. أهلا ومرحبا بك دكتور معنا. أهلا وسهلا، سعيدين جدا بوجودك معنا، حياك الله معنا. دكتور، قبل أن نسهب الحديث حول إسهام العمانيين في المجال العلمي عبر التاريخ، الحديث عن الشخصيات العمانية من الصحابة، هل يرصد لنا التاريخ شخصيات من الصحابة من أصول عمانية يرجع إلى الأصول العمانية؟ شكرا لهذا السؤال. في حقيقة الأمر كثير من الناس ربما لا يشتهر عندهم إلا صحابي واحد من عمان، مازن بن غضوبة، وهو مازن بن غضوبة. لكن لو أتينا أو رجعنا إلى كتاب إتحاف الأعيان في بعض علماء عمان للمؤرخ سيف بن حمود البطاشي، الذي طبعه وزارة التراث، مكتب السيد محمد بن أحمد البوسعيدي، يجد أنه حاول أن يستقصي عددا كبيرا من الصحابة من أهل عمان. أول الصحابة المشهورين هو مازن بن غضوبة من أهل سمائل، ولا زال مسجد المضمار أو مسجد مازن في سمائل شاهد على قامة أو هامة هذا الرجل. وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عما ورد من بعض الأساطير، لكنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أعلن إسلامه. الملمح الذي نخرج به
أنه لم يزل يتذكر عمان، لذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أدع لأهل عمان. هو طلب دعاءين، دعاء لأهل عمان ثم دعاء لنفسه، أي قدم الوطن، قدم الأم عمان على نفسه. وبالتالي قال له صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدهم وأثبهم. قال: يا رسول الله زدني دعاء لأهل عمان. قال: اللهم ارزقهم العفاف والكفاف والرضا بما قدرت لهم. ولا زال مازن يتذكر عمان ويطمح في أن تنزل عليها البركات. قال: يا رسول الله البحر ينضح بناحيتنا، واضح أن عمان بحر العرب، خليج بحر عمان خليج العرب المحيط الهندي تطل على. قال: يا رسول الله البحر ينضح بناحيتنا فادع لنا. قال: اللهم أكثر خيرهم من بحرهم. ثم قال: زدني. قال: اللهم لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم. هكذا تورد أخبار السير والآثار. لا. ربما هنا إشكالية. كيف يقال أن النبي قال: اللهم لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم؟ كيف وقد غزيت عمان مرات؟ هذه لها إجابة. أما إذا أتينا لغزو البرتغال فإن البرتغال لم يتجاوز غزوهم الساحل، أما أرض الداخل لم يتمكنوا منها. كذلك فإن المستعمر في الأصل يؤثر على ثقافة الذين يغزوهم، ولم يتمكن البرتغال من التأثير على الثقافة العمانية أو حتى اللغة العربية. وكذلك الأمر الثالث، تمكن العمانيون من طرد البرتغال ليس فقط من عمان أو من الخليج، بل لاحقوهم في الهند ولاحقوهم في شرق أفريقيا، وصار أهل عمان هم الذين يديرون شأن أفريقيا، طبعا بالعدل والمساواة. هذا أولا. أما الفرس نعم، الفرس الأخ راشد أيضا جاءوا للأسف باستنجاد بعض العمانيين بالفرس. عندما وقع الشقاق في الدولة اليعربية، خاصة الذي دعاهم هو سيف بن سلطان الأخير وليس الأول. وهنا وكذلك عندما دخل محمد بن بور أيام العباسيين، فإنه أتى إليها للأسف باستدعاء العمانيين، بعض العمانيين. وعلى هذا نخلص بنتيجة، وهي أنه لا ينبغي الاستنجاد بأجنبي أيا كان، مهما وقع الخلاف السياسي في البلاد، لأنه في النهاية عندما أستنجد به لن يأتيني لسواد عيوني، إنما طبعا سأدفع ضريبة ذلك. قد أفقد استقلال بلادي، قد أفقد استقلالها الجغرافي، قد أفقد استقلالها السياسي، قد أفقد استقلالها الثقافي. وهذا ما حدث حتى في العصر الحديث، يعني مع بقية مع عدد من الدول ممن استنجدت بالآخر. أي نعم، هذا أكيد، لأن في النهاية هذا الأجنبي هو سيأتي بجيشه بقوته، وبالتالي لا يبذل هذا العون أو ما يسمى بالعون لسواد العيون. إنما لذلك عانى العمانيون عندما غزاهم الفرس ودخلوا حتى معقلهم، أو كانت نزوة هي العاصمة السابقة، دخلوها حتى نزوة دخلت. وكذلك عندما جاء العباسيون غوروا كثيرا من الآبار والأفلاك. إذن هنا ملمح لابد أن نتنبه إليه، وهو مهما وقع الخلاف بين أبناء الوطن عليهم في النهاية أن يلتحموا ويحلوا إشكالياتهم بأنفسهم. طيب دكتور، هذا بالنسبة إلى مازن بن غضوب، وماذا عن بقية الصحابة الآخرين؟ هناك صحابة آخرون أيضا، صالح بن المتوكل. يعني هذا الصحابي ولد في عمان؟ نعم، من أهل سمائل. وقال له النبي، كان يصحب مازن، قال له النبي: استوصي به خيرا. ومن الصحابة أيضا الآخرين كعب ابن برشة، وهذا الصحابي في الأصل كان يعبد الصنم كما كان مازن، يعني ديانة عبادة الأصنام موجودة في عمان قبل، لكنه كان يقرأ الكتب القديمة
أي كتب التوراة والإنجيل. فصار بعد ذلك كعب من عبادة الأصنام إلى التوحيد لكن على دين النصرانية. النصرانية الأصيلة. كان يقرأ صفات النبي القادم. وسبب ذهابه إلى النبي إلى الحجاز أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أرسل كتبا إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الإسلام، ومن كتبه التي أرسلها أرسل كتابا إلى كسرى أيضا قبل كسرى فارس. فلما وصل مزق الكتاب كما تقول الرواية أن كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خلفه من بعده شيرويه، فتذكر شيرويه أن والده وصلته رسالة تدعوه إلى الإسلام، فبعث إلى عامله الذي كان في عمان، لأن للفرس كان وجود في عمان لكن في جزء من مناطقها صحار. نتحدث عن الجزء الساحلي صحار مثلا دكتور، وبقية الأجزاء الساحلية الأخرى القريبة من أي نعم صحار وبعض المناطق التي كان عليها الفرس، لكن هذا كان قبله كله قبل يعني قبل الإسلام. قبل الإسلام نعم، لكن أغلبها كانت تحت إمرة آل الجولندا نعم ابن المستكبر، لأن النبي أيضا مثلما خاطب كسرى فارس خاطب ملكي عمان، فدل هذا أن الفرس في بعض مناطقها وليس في كلها. نعم. على العموم كتب شيراوي أن ابحث لي عن عربي فارسي عماني ليستطلع خبر ما يحدث في الحجاز. نعم. فكان الاختيار كعب بن برشة، فوجد نفس الصفات التي قرأها في الكتب عن النبي على ذات النبي فأسلم. هذا صحابي آخر. نعم. من أهل عمان. وهل هناك كتب لنا التاريخ صحابة أخرى من أصول نعم عمانية؟ يبرح بن الأسد الطاحي، وأسد بن يبرح الطاحي، وعبد الله بن وهب الراسبي، إلى غير ذلك من الصحابة. الخلاصة نعم أن المؤرخ الشيخ سيف البطاشي في كتاب جمع أكثر من 20 صحابيا، هؤلاء الأخراش رؤساء الوفود طبعا. طيب دكتور الآن يعني هل لهؤلاء الصحابة إسهام علمي واضح من رواية الحديث، من يعني نقل شيء من المعارف والعلوم؟ أما رواية الحديث فهم رووا، لكن ليس بذلك الإكثار، كانوا من المقلين في رواية الأحاديث. ويذكر ابن سعد في الطبقات عددا من الأحاديث كما يذكر عددا من الصحابة من أهل عمان، وبالتالي إذن هكذا وصل الدين إلى عمان مباشرة من فم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب هذا بالنسبة للصحابة، هل كتب التاريخ عن عمانيين يعني عن تابعيين كانوا من أصول عمانية؟ التابعين تابعين أكثر من الصحابة. نعم. بالنسبة من عمان من أشهر التابعين كعب بن سور. نعم. وهو أول قاض لعمر بن الخطاب من أهل عمان في البصرة. نعم. والسر في ذلك نعم أن امرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها صائم بالنهار غالبا قائم في صلاته بالليل غالبا، وهي تريد أنه قد لا يعتني بها أو لا يعطيها حقها، لا تشعر بذلك الدفء من حقوق الزوجية. فظن عمر بن الخطاب أنها تمدح زوجها، فقال لها نعم المرأة أنت إذ قد أثنيت على زوجك. وكان كعب بن سور العماني حاضرا. نعم. فلما ذهبت أحرجت أن تبلغ عمر بن الخطاب ماذا تريد من المعاشرة. فلما ذهبت قال كعب بن سور العماني يا أمير المؤمنين، إن المرأة لم تأتي مادحة لزوجها، إنما جاءت تشتكي إليك زوجها بإهماله عشرتها. فقال نادوها، فلما طلبت قال لها إن كعبا يقول كذا. قالت صدق كعب. قال عمر يا كعب اقضي بينها وبين زوجها.
قال كلا لا يقضي كعب وأمير المؤمنين عمر حاضر. قال قد فهمت إياها قبل أن يفهمها أمير المؤمنين فاقض بينهما. فقضى أن لها حق كأن الزوجة له أربع زوجات. وبعد ذلك اختاره أن يكون قاضيا للبصرة فكان أول قاض لعمر بن الخطاب في البصرة من أهل عمان. ماذا عن جابر بن زيد؟ جابر بن زيد ربما صار الأشهر. ولد في فرق بنزوة. وإذا ما أشير في الكتب العمانية إلى أبي الشعثاء فلا ينصرف إلا إلى جابر بن زيد. ولد عام 18 هجرية وتوفي عام 93 للهجرة على الراجح. طلب العلم في عمان، لكن كما نعرف الإنسان يزداد علما. حتى الآن لماذا يذهب إلى الماجستير إلى الدكتوراه حتى يكون بروفيسور يكتب مؤلفات، يذهب إلى الدول الغربية أو إلى الدول المشرقية؟ العلم لا ينضب ولا يمل منه. هو أخذ العلم في عمان لكنه بعد ذلك توجه إلى البصرة، لأن البصرة كانت معقلا للعمانيين، حتى تسمى بصرة المهالبة نسبة إلى المهلب بن أبي صفرة القائد العماني المشهور. والذي هنا بجانبنا جامع لتخليد ذكراه باسم جامع المهلب بن أبي صفرة العماني. على العموم ذهب جابر بن زيد من عمان إلى البصرة فازدزاء فأخذ منها علما، لكنه طمح أن يصل إلى علوم أخرى متلقات عن النبي مباشرة، فتوجه إلى الحجاز. وهناك تتلمذ على يد كبار الصحابة كابن عباس وابن عمر وعائشة وأنس بن مالك وابن مسعود، هؤلاء شيوخه وشهدوا له، بمعنى بالمفهوم الحاضر أعطوه أوسمة أو شهادات بهذا المفهوم الحاضر. لأن ابن عباس عندما جاءه أهل العراق يسألونه قال عجبا لأهل العراق كيف يحتاجون إلينا وفيهم جابر بن زيد، لو سأله أهل المشرق والمغرب لوسعهم علما. هذه شهادة. والمرء الآن عندما يمنح شهادة أو وسام يحاول أن يصدر بها المجلس. صحيح. فبالتالي هذه شهادة لأهل عمان. ابن عمر أيضا من شيوخ جابر بن زيد. لقيه فقال له يا جابر إنك من فقهاء البصرة وإنك سوف تستفتى، فإن أفتيت فلا تفتين إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإن فعلت غير ذلك قد هلكت وأهلكت. نستنتج من ذلك أن الفتوى لا يتصدر إليها كل شيء. صحيح. وأن ما نراه الآن على كثير من القنوات كل يفتي وتناقض وتصارع في الفتاوى غير محمود. ألف أو شهد له أيضا أنس بن مالك، وقيل هو آخر صحابي مات. عام 93، أي مات بعد موت جابر بن زيد بأسبوع، لما بلغه الخبر أن جابرا قد مات قال الصحابي أنس اليوم مات عالم الأرض. لكن لا تروي الكتب أن جابر بن زيد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، باعتباره تابعي وليس صحابي. إنما الروايات تخلو من أي، يعني لا توجد أي رواية يعني تذكر أنه صاحب النبي. لا. إنما شيء، هناك رواية أن والده كان صحابيا، وتوجد رواية. لكن جابر بن زيد التقى بالصحابة. أما من ذكرتهم من قبل كعب وأسد ابن يبرح ويبرح ابن أسد وأبو صفرة والد المهلب بن أبي صفرة هو صحابي. طيب دكتور، الآن ماذا عن أبرز الإسهامات التي تركها العمانيون، ولنبدأ بالقرن الأول الهجري من مؤلفات وكتب؟ نعم، جابر بن زيد ترك ديوانا كبيرا قيل حمل بعير، لكن لا نستغرب هذا القول. قد لا يحمل مبالغة أن يكون ديوانه أو كتابه حمل بعير. ماذا الضم؟ لأن القلم الذي يكتبون به قلم الريشة. وليس هذا القلم الذي نكتب به، ولا يكتبون على هذه الأوراق اللطيفة الخفيفة. يكتبون على الجلود
والرقاع والجلود والرقاع ذات حمل ثقيل. نعم. على العموم أين الديوان الآن؟ اختفى. كان يوجد منه في بغداد، لكن لما دخل المغول أحرقوا المكتبة التي في بغداد فاحترق الديوان معها. بقيت نسخة في شمال أفريقيا، لكن لما وقع الاختلاف قام أحدهم فدفنها فضاع الديوان. هذا نستنتج منه ماذا؟ أن العلم لا ينبت في البيئة التي يختلف أهلها. صحيح. وأن العلم لا يرتفع صاحبه إذا وجد خلاف، لأن العلم يحتاج أمن، يحتاج استقرار، يحتاج الذي يؤلف أو يكتب أو يبدع أو ينتج إلى جو هادئ مطمئن. أما إذا شاعت الفتن والاضطرابات تضيع المخطوطات، تضيع الكتب. نحن هنا الآن بعدما ننعم الآن بهذا الأمن والاستقرار، كم من الكتب التي حفظت بفضل المرسوم السلطاني الذي قضى بإنشاء وزارة التراث والثقافة؟ لا. هناك أمهات الكتب طبعت ولم تزل هناك مخطوطات. وطبعا سمعنا الأسبوع الماضي أنه توجد 50,000 مخطوطة عمانية لعلماء عمانيين في الطب والهندسة والفلك والفقه. نعم. إذن العمانيون لم يقتصر تأليفهم أو علمهم بالمجال الفقهي، كان علما موسوعيا. نحن سنستعرض إن شاء الله بقية المجالات الأخرى والكتب التي ألفها العمانيون في إسهاماتهم المختلفة تباعا في الحلقات القادمة من برنامج من عمان. نشكرك على وجودك معنا في حلقة الليلة من برنامج من عمان، المكرم الدكتور إسماعيل بن صالح الأغبري المحاضر بكلية العلوم الشرعية. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. وأيضا شكرا لكم مشاهدينا على طيب متابعتكم لنا لحلقة الليلة من برنامجكم من عمان. نرجو أن نكون قد وفقنا في إفادتكم وإمتاعكم. في الغد إن شاء الله ملتقى جديد من برنامجكم من عمان مع تجوال آخر لمختلف الفعاليات والأحداث التي تشهدها أرض عمان الخير. ستكون لدينا إن شاء الله في الغد مساحة للحديث عن معرض كوميكس 2016 من خلال تواصل مباشر من هناك، ينقل لكم هذا الحدث التقني المهم على خارطة فعاليات السلطنة لعام 2016. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.